هل هناك فرق بين الشخص الذي يوصي بأن لا يناحى عليه والشخص الذي يقصد هذا الموضوع؟ الذي يوصي بأن يناحى عليه لأن لا يناحى عليه. نعم هم يمكن أن القسمة ثلاث سنوات. طيب الذي أوصى بأن يناحى عليه هذا يعذب لأنه رجل بالمعصية واستمر بها، والذي أوصى بأن لا يناحى عليه هذا سلم من الإذن لأنه تبرأ من هذا العمل. أما الذي سكت هذا باب إلا الله. جزاكم الله خيرا. إذا توصون الناس بأن يكون ضمن وصاياهم ألا يناحى عليهم هذا إذا كان في مجتمع يناحى عليه العادة أن يناحى على الأول. أما إذا كان في مجتمع مسلم منتظم ولله الحمد مثل ما هو في بلادنا الغالب هذا لا يحتاج إلى وصية، لأن الحمد لله الناس على وعي من هذا الأمر. جزاكم الله خيرا. وإن تعددت أوجه المياح، المياح كلها محرمة ليس فيها وجه مباح. معناها المياحة معناها رفع الصوت، المياحة معناها رفع الصوت بالبكاء على الميت والنحيب وإظهار الجزع وتعداد محاسنه، هذه هي المياحة. والاجتماع لسماع القرآن هذا من البدعة، يعني من بدعة يعني عمل اجتماع للعزاء وإزار المقيمين من الميت هذا من البدعة التي ما عند الله بها المسلح. جزاكم الله خيرا.